مساء الخير ورمضان كريم. يا رب رمضان أحسن من يلي قبله. هالجملة دائماً بنسمعها مع بداية الشهر من أكثر من 10 سنين، ولهلأ بكل رمضان نتمنى أنه يكون أحسن وأفضل من يلي قبله. للأسف نكتشف أنه كل شي بحياتنا عم يتغير، ما في شي بيضل على حاله. العيلة اللي صار فيها شوية فرقة وشوية وحدة، كتير من الغربة والحزن، شوق وحنين للمة والجمعة على سفرة رمضان. هاي الظاهرة صراحة عم تعيشها كتير من العيلات يلي أغلبها بيعيشوا سفر أو غياب حدا منهم. الظروف يلي مرت علينا كانت صعبة كتير، وخلت ناس كتير تسافر وتتغرب وتترك أهلها وحبابها، بين أمنيات يلي سافر بأنه يرجع ولو لساعة واحدة يقعد مع أهله، بس كمان يلي ضل أمنياته بالسفر عن قريب. بيبقى السؤال، رمضان كيف أحلى، بالبلد أو بالغربة؟ أكيد ما في حدا مرتاح، لا يلي سافر برا البلد مرتاح ولا يلي بقي بالبلد مرتاح، لأنه دايماً بنسمع حسرة من الطرفين. يلي سافر عايش بغربة، عايش بوحدة وحنين. صدقوني ما كل يلي بيسافروا بيقدروا ينسوا. هذا اللي سافر هو ربي هون وقعد هون وتعلم هون وقضى رمضان بجزء كبير بحياته هون مع أهله وأمه وأبوه. ما في ضرورة نحسده ولو كان مبين عليه أنه مرتاح ومبسوط، بس من جوا الحنين بيقتله لشوارع حارته بأيام رمضان وللبياعين والسوق والسهرات والرفقات بعد الفطور. رح يحن لصوت الأذان وضربة المدفع وشري الخبز على السحور ولطبلة المسحراتي حتى. رح يحن لطبخات أمه ولمستها وضحكتها. رح يحن لأيد أبوه على كتفه وقت يستند عليه وهن رايحين على الصلاة. رح يحن لتسأله مرته شو نطبخ على الفطور اليوم، وليسألوا ابنه شو بدك تشتري لنا عصير نشربه أو حلو ناكله بالليل. يمكن سافر للأحسن، يمكن سافر ليبني مستقبله ورح يرجع أكيد. ما لازم أبداً نحسس اللي بعيد عنا أنه نيالك وشو عبالك أنت عايش ومترفه. مين قالكن هالحكي؟ رح يدور على أولاد بلده ويشم ريحة أهله فيهم، رح يطبخ معهم، بلكي بيعوضوه شوي عن لمة عيلته، رح يضحك بشوية حزن لما يطبخ أكلة كانت تعمل له إياها أمه بس ما زبطت معه. يمكن يحكيها فيديو أو يصور لها إياها ويلا تعي شوفي كيف احترقت معي الطبخة. يمكن أدمانه متعلق فيهم يفطر هو وياهم وفاتحين فيديو سوا. صدقوني الشخص اللي عايش برا وسافر دائما بيشتاق لبلده ولأهله ولمحبينه. يمكن رح يشوف ويطلع على ثقافات جديدة وعادات رمضانية، رح يعيش أجواء رمضان مع ناس بيشبهوه مغتربين معه، أو إذا كان ببلد عربي كمان فالعرب دايماً بحسسوا المغترب عندهم أنه هو شوي بين أهله وأخواته. طيب خلونا نحكي بالنسبة لرمضان بالبلد. بالرغم من كل الظروف دايما منلاقي ناس عندهم ارتباط روحي هون. بكل زاوية في ذكريات، بكل حارة في إلهم حكاية. ها
هدول الأشخاص الوطن عندهم مانو بس أرض وتراب وانتماء، إنما هو كمان بيت ربيو فيه وعيلة، وما بيقدروا يتخيلوا يمر يوم ما يجتمعوا هنن ورفقاتهم حتى، يعني ما بيقدروا يتخيلوا حالهم بدون الطلعات والسيرانات. ووقت بتسألهم شو يلي مخليكم بمكانكم، بيكون الجواب بسيط، يلي بيطلع من داره بيقل مقداره. وبالنسبة إلهم رمضان بالبلد بلمة حلوة ولمة طيبة أحسن من 100 غربة، والسفرة اللي تعودوا عليها برمضان ما رح تكون موجودة بالغربة. بهالحياة ما في كمال مطلق، ودائما الحياة ما بتعطي البني آدم كل شي بيحلم فيه، إذا عطته شي حلو فهي بتاخد بالمقابل أشياء تانية. وبنرجع منقول ما في حدا مرتاح، لا يلي سافر ارتاح ولا يلي بقي مرتاح. الوحيد المرتاح بالحياة يلي بيكون عنده قناعة باللي قسمه رب العالمين لإله. هاي كانت حلقتنا لليوم، ضلوا بخير، بشوفكم بكرة بحلقة جديدة.